اتكلمت معاكم كتير عن الإبر وأنواعها، وإيه الإبرة الدائرية بأشكالها، وإيه الإبرة اللي هي عادية، وإيه إبر التونسي والإبرة العادية، وبنستخدمهم في إيه، وكل التفاصيل الجميلة دي. ولكن النهاردة إبرتنا هي عبارة عن منتج، عاوزين نعرف إيه اللي ممكن نشتريه من الإبر دي، وإيه المفيد ليا، وإيه اللي ممكن أشتريه كأي كلام كده زي ما بيقولوا، وإيه الحاجة اللي مفروض أدفع فيها فلوس وتكون فعليا جودتها تحفة. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. اهلا بيكم ومعلومة جديدة. بنتكلم كتير مع بعض عن الإبر، ولكن أول مرة نتكلم عن الإبرة كمنتج كده بحد ذاتها. الإبر أنواعها كتير جدا، حتى في أنواع التونسي في أنواع كتير. إيه اللي ممكن أشتريه، وإيه اللي ممكن إن أنا مصرفش عليه فلوس وأوفر فلوسي أو أزود عليها وأجيب قطعة أفضل؟ ده اللي هنعرفه في موضوع النهار. أول حاجة هنيجي ليها وهي الإبر الطويلة. الإبر الطويلة في منها المعدني وفي منها الستلس، دي بتتصنع حسب الطلب، وفي صفحات على الأنستا بتعمل الموضوع ده، ولكن صفحات طبعا أجنبية. وفي كمان الإبر الخشب، دي طولية ودي طولية، والاتنين بيقضوا نفس الغرض. أنهي الأسرع في الشغل؟ صراحة اللي هي الألمونيوم بتكون سريعة جدا في الشغل. البديل القوي ليها اللي هي ما تتنيش وما تبصي، اللي هي بتتعمل من الصلب أو الاستلس، دي بتكون تحفة وجودتها عالية قوي. ولكن دي طبعا زي ما قلت لكم بتتصنع حسب الطلب. اللي أقدر أوفرها من أمازون هي الإبرة الطولية، ودي طبعا أكيد موجودة منها في البلاد العربية وموجودة منها عندنا هنا في مصر. إنما الخشبية مش موجودة بالمرة، اللي يحب يوفرها لازم يا إما برضو يعملها حسب الطلب أو إن هو يشتريها من الموقع. أنهي الأسهل والأسرع في الشغل؟ هي المعدنية مش الخشبية. الخشبية ميزتها الوحيدة إن هي بتكون أضخم، والضخامة دي أنا ما أقدرش أوفرها في الإبرة المعدنية، فبضطر إن أنا أروح للإبرة الخشبية، بتكون مميزة قوي في الموضوع ده. ده بس بالنسبة للإبر الطولية. الإبر الدائرية بقى دي موال لوحده. ليه؟ لأن هي في منها حاجات كتيرة جدا. أولا في منها الإبرة ديت اللي هي البلاستيكي، الجزء بتاعها من الخرطوم بتاعها أو القطعة الشفافة أو السلك بتاعها بيكون المادة بتاعته رديئة شوية، ودي بتكون شبه إبر التريكو اللي هي عندنا هنا في مصر، اللي بيكون ليها سلك أو خرطوم ميزان مية اللي هو خفيف خالص ده، ودي مش عملية ومش مميزة. ولكن أحيانا بنشتريها لو عايزين نحصل على إبرة تكون رخيصة، لأن فرق ما بينها وبين الإبر الأصلية الدائرية غالي جدا. ولكن عيبها الوحيد إن أنا ما أقدرش أفك السلك ده واستخدم الإبرة في حاجة تانية، فالإبرة معايا هتفضل تحت أمر القطعة اللي أنا شغالة فيها كده، مش هقدر إن أنا أشيل السلك ده وأروح حطاه في قطعة مختلفة. لو عاوزة أشتري، من الافضل ان انا ما اشتريش القطع دي، لان القطع دي فعليا وحشه جدا. وحشتها مش جودتها، ولكن الماتيريال رخيص وبتاخد مني مساحه، انا في غنى عن الموضوع ده. الابر الاصليه بتكون موجوده في شنطه، كل ابره اقدر افكها من السلك بتاعها، يعني السلك ده ممكن اسيبه في الشغل عادي واروح اعمل بنفس الابره شغل تاني مع سلك تاني ونوع شغل تاني مختلف خالص، بيكون دائري او عادي براحتي. ميزه الابره دي ان انت تقدري تشتغلي بيها اي بروجكت، سواء اللي بنعمله بالابره الطوليه او اللي بنعمله بالابره الثانيه، لان في ناس لسه متعوده على الكروشيه العادي مش بتقدر تبدل الابر، وبتحس ان في عقبه لما بتيجي تشتغل بالابره الطوليه، بتحس ان هي طويله قوي وبتعقها في الحركه. فالابره دي تقدري تستغني بيها عن الابره الطويله، وتقدري تستغني بيها عن الابره اللي هي ليها خرطوم دي. الابر دي منها مش بس بيكون اطقم، ولكن كمان في منها بيتباع قطعه واحده فرديه، بتكون ابره بتتفك وتتربط، وفي احيانا بتتباع قطعه فرديه ما بتكونش، يعني بتكون اللي هي الشعبيه او اللي هي محليه. فلما اجي اشتري من الابر الدائريه اللي هي ليها سلك، اشتري الأصلية أفضل من التانية، إلا لو كنت عايزة أوفر فبشتري التانية، ولكن طبعا بتكون زحمة وزيادة موجودة عندي في البيت وبتعمل لي حيز يعني موجود. طبعا في من الإبر الدائرية الإبر اللي هي ليها اتنين هوك اللي هي بدلها الإبرة دي، طبعا دي مميزة جدا، وبوافق بالخشبية أو المعدنية. المعدنية مش متوفرة كتير، قليلة شوية، ولكن الخشبية متوفرة، ودي بتعملهم واحدة موجودة على اليوتيوب، ولكن هي بتوفرهم على أمازون، بتعملهم تبع واحد يعني هو بيعملهم لها حسب الطلب والإمكانيات اللي هي عايزها تحديدا. والخلاصة أقدر أوفر أنهي إبرة تحديدا؟ أقدر أوفر
بنوفر الإبر الألمونيوم، بتكون جميلة جدا، اشتغلت بيها وعملت بيها بروجكتات كتيرة مميزة وحلوة، ولكن عيبها الإبر الصغيرة. الإبر الصغيرة شوية بتتني، وأنا قلت لكم الكلام ده في دروس تعليم التونسي. الإبر الخشبية إبر مميزة جدا، بتتوفر منها اللي هي ليها 2 هوك واللي هي ليها هوك واحد. لو أنا عايزة أوفر فلوس هشتري اللي هي ب2 هوك واستخدمها كإبرة تونسي وأريح دماغي، أقدر أعمل بيها الشغل الدائري والشغل العادي، ودي هتكون مميزة جدا وهتوفر لي فلوس. إنما الإبر التانية اللي أنا بصر عليها فعليا إن انت تشتري الطقم، الطقم ده هيوفر لك كل الحاجات السابقة، لأنك انت تقدري تخليه دائري، تقدري تخليه عادي، وتقدري تخليه 2 هوك، وتقدري تعملي فيه اللي انت عايزاه فعليا وتوفري كل الحاجات دي، بالذات لو انت مش بتحبي الإبرة الطولية خاصة بالكروشيه التونسي. فانت تقدري تجيبي دي. الاوبشن كمان اللي مفروض ان انت توفريه هو سلك بيكون مدعم من الجنبين برباط، الرباط ده عشان اقدر احط ابرتين مع بعض واشتغل شغل دائري، بديل للابرة الخشبية اللي هي ليها خطاف من الجنبين. الابر اللي فعليا انا مش بفضل ان انت تشتريها هي الابر الدائرية اللي ليها خرطوم دي، لان هي فعليا بتاخد حيز منك ومش مميزة قوي، وفعليا مع الوقت الخرطوم ده بيتطبق وكتير قوي بيستخدموه وقالوا نفس الكلام، فهي دي الحاجة الوحيدة اللي ما حبش ان انت توفريها. ولكن الابر التانية في منها حاجات موجودة في مصر زي الابر الاستانلس ديت، انا بوفرها وفي ناس كتيرة بتوفرها على الانترنت، موجودة عادي جدا. الابر الخشبية يعني مش متوفرة بكترة، والافضل منها ان انت تشتري اللي هي ليها 2 خطاف لو عايزة توفري فلوس. ولو عايزة توفري فلوسك كلها على الابر دي تروحي تشتري الطقم كامل، ما تشتريش القطع الفردية ديت، لان الطقم كامل اولا الاستخدام بتاعه هيكون كتير قوي، وفي الوقت نفسه لما تيجي تركنيه على جنب مش هياخد معاكي زي الابر التونسي اللي بتاخد دايما مساحة رهيبة يعني معنا، سواء في الشغل او في الركنة كده على جنب بدون ما نعمل بيها اي حاجة. وبس خلاص، معلومة النهاردة طولت، ولكن هي الابر، وما فيش اي حد بيشتغل عمل يدوي بالذات لو كان كروشيه او تريكو او كده ومش عشقه الإبر. مرة جاية هنتكلم عن إبر التريكو بالتفصيل. كل الروابط هتلاقوها موجودة في صندوق الوصف، ولو بتشوفوني من على التيك توك أو الأنستا هتلاقوا الروابط دي موجودة في البايو. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد ومعلومة جديدة. مع السلامة، باي.